تفضلي يا مولاتي. لا اريد تناول اي شيء. ماذا حدث لمولاتي ام السلطان الاشرف؟ لا شأن لك بي. اي صباح مشرق جميل يستقبل مولاتي بين الخمائل فتزيده اشراقا وجمال. الجان، انا اليوم احاول ان اطرد احزاني لكني لا استطيع. تتعطف مولاتي على كوب اللبن هذا، فهو يريد ان ينعم بالحظوة. استلمسه شفتاها وهي تشرب. فيك رقة وذوق وادب زيادة على ما وهبك الله من حسن الحديث. ما اسعد اشجانا حين تتفضل ام مولاي السلطان وتمتدحه. اشربي يا مولاتي حتى تشعر اشجان بالسعادة. لا، لن اشرب انا على هذه الحال حتى لا اشعر بغثيان. اي حال يا مولاتي وانا وصيفتك التي تضع اسرارك في خزاناتها ثم ترمي بمفتاح الخزانة في نهر النيل؟ قلت للسلطان الاشرف شعبان انك شاعرة وان كنت لا تقردين الشعر. من أجلك يا مولاتي أغرقني مولاي السلطان في نعمة رضاه وفيض عطفه. وهو بار بي منذ رحل أبوه، لم أجد منه إلا كل عطف وحنان، يخفض لي جناح الذل من الرحمة والحب. من أجل هذا لم أنم ليلتي وأصبحت على هذه الحالة من الحزن. لماذا يا مولاتي؟ إنه شاب طيب صادق في حب الرعية، أمين على السلطنة، شريف في مقاصده، يريد الخير كله لمصر، لكن الأفاعي من حوله تريد أن تنهشه. اذهبي وضعي ما تحملينه ثم تعالي. أمرك يا مولاتي. سيدتي، ماذا بك يا أجيان؟ تكلمي، هل تفتحين لي قلبك؟ نعم تكلمي. إنه سيدي حاجب الحجاب الجاي اليوسف. هل أسمع إحدى بنات الجن؟ بل هي أشجان يا مولاتي التي تريد أن تنعم مولاتها في الحب وترفل في السعادة. ولكني أم السلطان يا أجان. السلطان منذ سنوات قليلة كان صبيا وقد بلغ الشباب، لكنه كما قلت لابن البار. فيسعد إن عرف أن أمه. أكملي يا مولاتي. أخجل أن أكمل. إنك أندر من فتاة على عتبة الربيع، أعطاك الله الحسن كله. لقد قاربت 40 يا أجان. إنك تحبين الجاية اليوسف. هل مساك الجنون؟ بل إني أراكما معا في ليلة العرس قريبا. ليت هذا يتحقق بمشيئة الله. الجاي اليوسفي، ماذا أصابك؟ الجاي اليوسفي وكل الأمراء فداك يا مولاي السلطان. أهي ضربة سيف؟ بل أوسمة شرف أن حاربت في سبيل الدفاع عن سلطنة مولاي. إذن ما الذي حدث مع أولئك الخونة المجرمين؟ لقد حاربناهم من مكان إلى مكان حتى أخرجناهم من المدينة، وهناك كانت المعركة. إذن أسرع وأخبرني بنتيجة المعركة. والله لن تقوم لهم قائمة بعد اليوم، لقد شردنا بهم ومن خلفهم، ولن يفكر أحد من الأمراء بعد ذلك أن يتآمر على مولاي السلطان. إذن أرني جرحك. بل قل أرني وسام الشرف الذي نلته في سبيل الدفاع عن مولاي السلطان. أريد أن أطمئن على فارس الفرسان الشجعان. أنا بخير ما دام السلطان سعيدا بانتصاره على أعدائه. وما عليك يا مولاي، إن هي إلا ضربة من سيف تعالجها الأيام. أشعر أنني بين يدي أبي وقد رد عني الذئاب. إنه لفخر لي أن يتواضع مولاي السلطان
ويضعني في منزلة الأب. كيف لا تكون الأب؟ وقد أخبرتني بتدبير أولئك الأمراء وخادعتهم وحاربتهم وانتصرت عليهم. ثق يا مولاي في حاجب حجابك وأمير عسكرك. والله لو جاز لي لأجعلك عما أو خالا لفعلت. يجوز لك يا مولاي. كيف يجوز وهذا حرام إلا إذا كنت تقصد المجاز. تراودني رغبة قد تكون أشبه بحلم مجنون يا مولاي. أتريد أن تكون نائب السلطنة؟ لا أمانع، بل أريد أمرا أكبر، على أن يسمح لي مولاي ألا يغضب إذا ما تجاوزت حدودي. تكلم فأنت تحدث ابنك. هل يسمح لي مولاي الأشرف أن أشرف بمصاهرته؟ ابنتي صغيرة، والله لو كانت عروسا لعقدت قرانك عليها. أنا في عمر والدي مولاي، ولا تناسبني إلا يعني يا مولاي أن تكون زوجي قريبة مني في العمر. من تقصد؟ سيدتي ومولاتي بركة خاتون بنت عبد الله. أمي؟ ماذا تقول؟ هذا شأنها، لكن ماذا تقول الرعية؟ ماذا يقول الأمراء؟ عفوا إن كنت قد تجاوزت، لكن إن تعطفت مولاتي وبارك مولاي تعطفها فلن تمانع الرعية، أما الأمراء فأنا الجاي اليوسفي. نعم، أنت الجاي اليوسفي. مرحبا بالأمير محمد ابن أبوغا في قصري. ألم ينعم أمير الأمراء بزواجه السعيد؟ أشم رائحة الغيرة في حديث الأمير الماكر الخبيث. أستحلفك بربنا أن تصدقني، أما حان الوقت لكي تعود إلينا. ماذا حدث؟ كل فقهاء المذاهب الأربعة اجتمعوا في الجامع الكبير، وهم يريدون أن يصدروا الفتاوى ضدنا. لابد أنه الشيخ برهان الدين ابن جماعة. ماذا يريد منا هذا الشيخ يا أميرنا؟ بل ماذا يريد منا نحن الأمراء؟ هل مماليكنا يدخلون منازل الأهالي وينهبونها؟ ربما من أجل ضرائب ومكوث وإتاوات يمتنع الأهالي عن دفعها. هل مماليك كبار أمراء يعتدون على دكاكين؟ هل يحدث ما هو أكثر من ذلك كما يقول ابن جماعة؟ ماذا يقصد هذا الشيخ؟ يقول في تبجح كثير إننا نفسد ولا نصلح، بل إن مماليكنا يعتدون على النساء في الشوارع ويجردونهن من الحلي والمصاغ. سأنظر في أمره. بل تنظر في أمر ولدك، أو الذي يجب أن يكون ولدك. اسكت أيها الأحمق، لو سمعتك أمه ستكون كارثة كبرى. لابد أن يفيق ذلك السلطان الأشرف شعبان، ويأتي أبو برهان الدين ابن جماعة ويحذره. مجنون أنت، علماء مصر وفقهاؤها لهم تأثير كبير على الرعية. اترك هذا الأمر لي. والله يا شيخنا، لقد أجمع العلماء على أنك شيخ الإسلام وبهاؤه، حجة في الفقه والأدب والشريعة، قدوة في الأصول والفروع. سبحان الله، ماذا أسمع من السلطان؟
لعلك في عجب كثير. نعم، فقد علمت أن السلطان قد دعاني لغير ما سمعت منه الآن. ألا تعلم أنني أعيش بين الفتن التي لا تلبث أن تصبح مؤامرات؟ ألم أناشدك الله أن تساعدني على مؤامرات أمراء المماليك؟ أنت أكبر من مكرهم بعون من الله، ولكنهم يقولون إن السلطان يريد أن يحاسبك. لقد خادعت من خادعني. أنا إن حاسبتك فلأنك ترفض أن تساعدني على مؤامرات المماليك حتى ننشر العدل والأمن. والله ما لانت نفسي مثل ما لانت بين يديك. واعذرني إذا كنت قد أبيت من قبل أن أتولى القضاء. إذن فقد رضيت به. على أن تنفذ ما أعرضه عليك يا مولاي حماية لملكك، وإني لعلى يقين أن عين الله سترعاك إن أنت ابتغيت وجه الله وأصدرت المراسيم بما أريد. إن كان من المستطاع. ذلك الذي شرف بزواج مولاتي بركة خاتون. لا يا شيخنا، لا تطلب مني أن أحد من سلطانه، فقد أحببت أمي وهو يحترمها. وابن أقبغة رأس الأفعى، بودي لو أني قطعتها. بل هو ذيل الأفعى. ماذا أفعل معه؟ تطالبه بأن يمتنع عن أسلوبه الخسيس الدنيء. ما هو؟ إنه يعين الضامنات، وهن من النساء اللاتي لا أريد أن أخوض في عفة واحدة منهن، ولكن كلهن يأخذن إتاوات ويقدمن من الراقصات وغير الراقصات للأفراح وغير الأفراح. أنعم بأدب الفقيه الذي ألمح إلى كل شيء ولكن من طرف خفي. لقد أفسدنا في المماليك يا سلطاننا، ولا داعي للشرح. نأمر ابن أقبغة بألا يأخذ الإتاوات من الضامنات، وأن تأمر بإغلاق أماكن اللهو والرقص، فهي أوكار للعفن الملعون. نأمر يا شيخنا حالا. وأن تخرج النساء إلى الطرقات محتشمات. نأمر يا شيخنا. يبقى بعد هذا ما يجلب رضا الرعية، ألا وهو ألا يتعرض المماليك إلى الدكاكين أو إلى البيوت، أو لا يتعرضون للرجال أو النساء في الطرقات، أليس كذلك يا شيخنا؟ نعم يا سلطاننا الصالح، ولكن الرعية تشكو من الضرائب والمكوس. إذن من أين نأتي بالمصاريف على الديوان والحكومة؟ كل أمير في المماليك يا سلطاننا له ديوان وقصر وجند ومصالح. لا أستطيع يا شيخنا، أنت تعرف أنهم يحيكون علي المؤامرات وسيتفقون على محاربتي. خطوة إثر خطوة يا مولاي السلطان، بعد محاولة إقناعهم، وأنا لا أطلب إلغاء الضرائب والمكوس بل تخفيف العبء عن الرعية. إذن يقوم اتفاق بيننا. وأنا قبلت القضاء. قاضي القضاء، شيخ الإسلام وبهاؤه، مصباح أفق الحق وضياؤه. ماذا تقولين يا امرأة؟ وقد خالفت أمر السلطان والشرع ورجعت للعمل مع كبيرة الضامنات. إنه ذلك المملوك يا سيدي القاضي، هجم على داري وكان يريد إتاوة وسرق كل ما عندي. وأين المملوك؟ أنا يا سيدي القاضي، قاضي القضاء وشيخ الإسلام. لماذا دخلت دار هذه المرأة؟ لأنفذ أمر مولاي السلطان وشيخنا القاضي. معي الشهود يا سيدي القاضي،
لقد نهب داري. من شهودك؟ زوجي وابني. لا، لا أقبل شهادتهما. وأنت يا مملوك، من كان معك؟ وهل حصلت على أمر من الشرطة؟ لا، ولم يكن معي أحد. انصرفي أيتها المرأة، واتقي الله في عملك. انصرفي. الأمير محمد بن أقبوغة. أنا. ماذا تريد؟ تحدث بأدب. تأمر شيخنا القاضي بانصراف كل الحاضرين. وهل هناك ضرورة؟ أريد أن أتحدث إليك في شأن الضامنات. تحدث أمام الناس، إلا إذا كان هناك ما يمس العرض أو الشرف. منذ سنوات أربع طلبت إلى سلطاننا الأشرف إغلاق كل الحانات وإبطال عمل الضامنات، فمن أين تعيش الضامنة وأسرتها؟ وما شأنك أنت؟ أنا كبير في مماليك وأمراء، وأطلب إليك أن تأمر بصرف نفقات إلى الضامنات أو يعودن إلى عملهن ضامنات. نفقاتهن على الرجال آبائهن وأزواجهن أو أبنائهن، وإن عدنا أقمت عليهن الحد. ستكون مشكلات وقد تكون ثورات من مماليك يحبون التمتع في الحانات وقضاء أوقات فراغ. إن عدت إلى مجلس القضاء بطلبك هذا أمرت بحبسك وجلدك. أنا أمير في أمراء ومماليك، وأمير أمراء نائب سلطنة وحاجب حجاب، وأتى بك عسكر زوج مولاتي أم السلطان يأمر بما أطلب. إن جاء الجاي اليوسفي وأعلن هذا أمام مجلس القضاء أمرت بحبسه وجلده. هذا كبير عليك شيخ إسلام. انصرف من مجلس القضاء حالا، وإلا أمرت بالقبض عليك وجلدك وحبسك. انصرف. سترى شيخ قضاة، شيخ إسلام. أنا ذاهب إلى نائب سلطنة. لا أجل، لا بستان، أنا في حالة تعب شديد، شديد جدا. لا تخافي يا مولاتي، لا تخافي. الطبيب قال إن العافية ستعود إليك. جارية بستان، لماذا تركت قصر والدنا السلطان؟ لقد أمرني مولاي السلطان أن أكون بجانبك يا مولاتي. لا لا، اذهبي حالا إلى قصر السلطان، اذهبي حالا. لماذا يا مولاتي طردت بستان وهي أعز الجواري لمولاي السلطان؟ ألا تعلمين أجان، زوجنا اليوسفي ينظر إلى بستان بأشواق كثيرة دون أدب أو حياء. المهم هو صحتك يا مولاتي وعافيتك. لقد ضاع كل شيء، لا صحة لا عافية. إذا أنا مت أجان حذاري أن تدخل بستان إلى هنا. أمرك يا مولاتي. هيا بيا إلى السرير، هيا، أنا في شدة التعب، أنا تعبانة جدا. هيا. تشكرات أمراء مماليك. كل عزاء وكل مواساة ودعوات إلى ربنا من أجل كثير من رحمات لمولاتنا بركة خاتون. إذن يكون انصراف جميع أمراء مماليك بعد إذن مولانا سلطان. لماذا يا نائب السلطنة وقد حضر هؤلاء الأمراء لعزائنا في أمنا؟ حدثت أمور خطيرة
ولذلك لابد أن يكون هناك انصراف. ماذا حدث؟ جواهر مرحومة عزيزة غالية علينا رحمها الله غير موجودة. أين ذهبت وهي أمانة في قصرك؟ حدثت سرقات لكل تركات زوجنا أم مولانا السلطان. هكذا فجأة بعد وفاتها بيوم واحد؟ نعم، ونريد إحصاء تركات زوجنا ونريد تقسيمها حسب الشريعة. ننظر إذا كانت هناك وصايا أو هبات. لا، كله مرفوض عندنا، مرفوض. هذا غدر منك بعد يوم واحد من وفاة أمنا العزيزة. أنت تعلم أننا كنا نحبها ونبر بها ونحترمها. نريد أن ننتهي من أمر تركات زوجنا لأن هناك مؤامرات كبيرات لخلعك. ماذا قلت؟ كيف علمت؟ حدثت اتفاقيات سريات بين ابن عمتك خليل ابن قوسون وكثير من الأمراء، علمت بها حالا. لك كل ما تريد بعد قضائك على مؤامرة الخونة الذين لم يتقوا الله في ظروف وفاة أمنا. هذا عهد منك يا مولاي؟ نعم، بعد نصرنا وتثبيت حكم مولانا هل يداوي جراح قلبنا؟ نعم. من عروس مثل أم مولاي وفية؟ بعد بضعة أيام حتى لا تكثر الشائعات بين الرعية. أعز مرحومة كانت لها وصية أن أكون بجانب مولاي وأن أكون فداء له. سننفذ وصية أمنا بكل ما تريد. لي عند مولاي هدية عزيزة جميلة حبيبة إلى قلبه جدا، فهل أطمع فيها بعد أن أقضي على كل مؤامرات أعدائي؟ أسرع يا نائب السلطنة إلى أعدائي، ولك عندي هدية ثمينة غالية حبيبة إلى قلبي. من قال يا بستان إني أتزوج بنت السلطان لأنساك؟ هذا زواج سياسة حتى أكون كما أنا، الأشرف يسمع لي ويطيع. نصرته يا سيدي على الأمير خليل بن قوسون وعلى كل الأمراء خصوصا أستدمر. ابنة السلطان ثمن لنصر كبير قدمته له، ثم إنها صبية صغيرة وأنت أجمل بساتين الدنيا. بستان كله زهور وورود وفل وياسمين وفواكه. إذن أسرع وأعود إلى قصر مولاي قبل أن ينكشف أمري. هيا هيا أسرعي قبل أن يراك ملعون هذا أقبغة. هيا. يا إلهي إني أخاف منه. هيا أسرعي. جئت أكبر أمراء بأحسن سعادة. من سعادت؟ كبيرة ضمنات، كبيرة حسان راقصات، تعمل أحسن زينات وتقدم كل خدمات. ماذا أقبغة؟ عرس كبير الأمراء لابد أن يكون مضرب الأمثال وأنا في خدمته. ماذا تريد سعادات أقبغة؟ تهيئ عروس أكبر أمراء وتزينها وتجلوها. ممنوع هذا مع بنت مولاك سلطان. يظهر أنك تريد تأخذ إتاوات من سعادات. نعم يا نائبة السلطنة، أدفع لكم ما تريدون. ننظر في أمرك بعد قيام أفراحنا وإتمام زواجنا، ولكن إتاوات تعطى لهذا. أكبغة أكبغة.
القاضي برهان الدين أغلق كل الحانات وأخرج النساء محتشمات ومنع كل ما نقدمه من مساعدات للأمراء والمماليك. نفكر في أمرك بعد قيام أفراحنا وإتمام زواجنا. نحن نسمع نصائح شيخنا القاضي وننفذها بكل احترام. ليست نصائح يا سلطاننا، ولكنها أحكام الدين والشرع الحنيف. أنا أزوج ابنتي للجاي اليوسفي لأنه أكرم أمي. لا يا سلطاننا، أنت تضحي بابنتك حماية لنفسك وللسلطنة، وهي بعد صبية إن لم تكن طفلة، وهذا أمر سيحاسبك الله عنه لأنك تسمح بقطف الثمرة قبل أوانها. ولمن؟ لرجل أنت تعلم أنه فظ غليظ القلب. ننتظر حتى تكبر قبل أن أحدثك عن رأي الشرع وهو قاطع مانع. أنسيت أنك ابن حسين بن الناصر قلوون؟ وبيت قلوون يا مولانا أشرف من أن يصر إلى ذلك الرجل. لقد تزوج أمنا من قبل. تلك ظروف، وكانت أم سلطاننا الثيبة التي تعرف أمرها، وكنت أنت يا مولانا السلطان يومئذ تريد حماية عرش السلطنة. وهل عرش السلطنة الآن في حماية؟ اليوسفي لم ينتصر على ابن قصون واستدمر إلا بمعونة الرعية التي نصرتك أنت يا مولانا. الأمراء المماليك غلبوا الرعية على أمرها بالسياسة والحكمة ومساعدة العلماء والفقهاء وإقامة العدل ونشر الأمن. تحبك الرعية يا مولانا، وتغلب أنت الأمراء على أمرهم. من ينصرنا عليهم وقد استشرى أمرهم؟ الله، الله يا سلطاننا، ثم المسلمون، ثم أنت وجيشك إن أردت. قاضي هذا شيخ إسلام، يجب قتله حتى يمكن إتمام أفراح. من يقتله؟ أنت ومماليك معك. أين نقتله؟ في أي مكان، في داره، في أي طريق يمشي فيه، في مجلس قضاء إذا لزم الأمر. تكون ثورة في كل شبر من أرض مصر. نحارب كل شبر في أرض مصر. يكون قضاء علينا جميعا، لأن شيخ إسلام قاضي، يعني إسلام. المسلمون عند مساس دينهم يكونون أكبر من أسود، يتحول كل رجل إلى مجاهد في سبيل ربه ودينه. أخبوه، أنت لا تريد سعادتي، كل ما يهمك سعادات الضابرة تأتيك بالنساء والجواري الحسناوات، تبيع وتشتري وتأخذ منها إتاوات. اذهب إلى السلطان أولا وانظر ما يقول، بعد ذلك يكون تدبير. الأشرف يقول عن برهان الدين إنه شمس الإسلام، مصباح الإسلام، بهاء الإسلام، وأيضا ضياؤه. أحداث يجب ألا نسبقها أو تسبقنا. إذن أذهب إلى السلطان. عد أنت إلى السلطان أولا وأنا أتصرف مع القاضي، ويلزم أن يكون انتصار عليه ولو بتدبير مؤامرات. اتفقنا. انصرفوا يرحمكم الله، وموعدنا الغد بمشيئة الله. كيف ينظر في القضايا ومحمد أقبغى قد وقف على فرسه ومعه مماليكه بحرابهم وسيوفهم وبنادقهم؟ اسكت أنت يا رجل، فلم أطلب إليك الحديث. نساؤنا وبناتنا يا شيخنا القاضي. اسكت أنت أيضا. ماذا فعلت يا عبد الله؟ رفضت دعوة القضاء يا سيدي. إنها سعادات يا شيخنا، يحميها أقبغة.
تكلم أنت يا عبد الله. كاد مماليك وأكبغة يكبدون علي ويضربونني. أهان أمر القضاء على الوغد ومماليكه؟ أكمل. لن تحضر سعادات مجلس القضاء. وماذا جاء بهؤلاء؟ إنهم شهود لإثبات يا شيخنا، سعوا إليك. لما رفضت تلك الضامنة حضور مجلس القضاء زدت في إعذارها وأرسلت بكاتبي يدعوها، وما أظن قاضيا يفعل هذا. تحضر تلك المرأة أمام مجلس قضائك؟ أخذت بشهادة العدول وهم كثير يا مولانا، ولكن الأمير محمد بن أقبغة ساعدها جهارا نهارا، وإنه عندي لمن الساعين في الأرض فسادا. القضاء في أعيننا ونحن معك يا شيخ الإسلام والقضاء. لن أستطيع أن أكون القاضي بعد اليوم، وسألزم بيتي. هذا عهدك معي يا قاضي القضاء. أنت يا سلطاننا تسترضي العصاة الخارجين على القانون، فماذا تقول يوم يسألك الله؟ تقصد نائب السلطنة؟ أنا لم ولن أزوجه ابنتي، وإن كنت قد أرضيته ووهبت له بستان الجارية التي اختارها. ينظر في أمر القضاء من يليه، وإن كان يعز علي أن أترك السلطان للذئاب. لن يلي القضاء إلا أنت، وأعطني الرخصة وأنا آمر بالقبض على محمد أقبغة. يقضي فيه من توليه يا سلطاننا بعد أن يستوثق منه ويسمع. اطلبه للقضاء، استوثق واسمع منه، واطلب قبله تلك المرأة، فأنت القاضي. حتى يكون ما يريد الشرع سألزم بيتي. أراك مستعدا للخروج وأنت لم تحضر إلا منذ لحظات. هذا القاضي برهان الدين أثار زوبعت. قل إنك ما زلت تراني الجارية التي لا تستحق أن تجلس إليها. ماذا تقولين يا بستان؟ أنت أحب إلى قلبي من كل الزوجات. حتى تلك التي رحلت ولن تعود أبدا؟ بركة خاتون يرحمها الله ما كانت لي حتى أصبحت أنا السلطان، وإن كنت نائب السلطنة. وماذا يعنيك من القاضي حتى تخرج الآن؟ يريد قطع ذراعنا اليمنى، اليد التي نبطش بها محمد ابن أقبغة. حين كنت في قصر مولاي السلطان قبل أن يهبني إليك كنت أسمع ما لا أريد أن أصدقه. ماذا كنت تسمعين؟ قد لا يرضيك أن تسمع من جاريتك. لا، أنت لست جارية، ستصبحين زوجة وأسمع منك كل شيء. أتعاهدني ألا تغضب؟ نعم، أحلف بالله. لا تحلف. هل تجلب لك الضامنة سعادات وللأمراء الجوار الحسين؟ وهل يأخذ منها أقبغة إتاوات وأنت تشاركه؟ هذا كذب، كله كذب، كلام رعاع. أنت بستان أجمل نساء الأرض إلى قلبي، تصدق هذا؟ هذا ما سيحاكمك بسببه القاضي. مجنونة أنت بستان، القاضي يحاكم أقبغة. سيحاكمك أنت إن ساعدته، وأرجو أن تتقي الله في هذا القاضي. هذه خزعبلات. قاضي؟ القاضي هذا ليس وليا من أولياء الله. نريد رضاكم يا والدنا الشيخ القاضي شيخ الإسلام والقضاء. ابتغي رضا الله يا سلطاننا تحفظك عنايته. كل فقهاء مصر علماؤها قضاتها وقفوا معك. جزاهم الله خيرا عن إيمانهم بربهم ونصرتهم الحق. ماذا لو تقدم محمد بن أقبغة إلى مجلسك؟ أتعود إلى القضاء؟ نعم، لأمضي في تحقيق الأمن والعدل، ولكن ماذا بخصوص ما أقضي به؟ سأكون هناك حراس أقوياء أشداء،
فإن كان حكم بحبس أو بجلد ضد الأمير محمد بن أقبغة فأنا مسؤول أمام الله عن تنفيذه. باكر بإذن الله أكون في مجلس القضاء بدار العدل. أين شهود إثبات شاهدوا ضد شيخنا القاضي؟ تريد أن تراهم لتسلط عليهم أنت ومن معك من الأمراء زبانية مماليككم؟ أنا القاضي يا أقبغة وأعرف شروط صحة أداء الشهادة. ربما كانوا أعداء شيخنا القاضي. الرعية هنا في مصر لا تعادي إلا الظالمين، وقد شهد عندي أناس كثيرون ولقد استوثقت بأنهم عدول. كبيرة ضامنات هي التي أعادت فتح الحانات وأتت بجواري وغير جواري ثم هربت من مصر. أنت جئت بجندك المماليك وركبت فرسك معهم ثم أمرتم بفتح الملاهي والحانات، بل ثبت عندي أنك أخذت أموالا وهدايا وإتاوات ثمن مساعداتك للضامنات، بل فعلت ما لا أذكره هنا في مجلس القضاء. نتوب شيخنا القاضي ولا نعود لمثل هذا أبدا. ها قد اعترفت وأقررت. أين رجال السلطان؟ أمر سيد القاضي. هل جاء مع الأمير محمد بن أقبغة أحد من المماليك التابعين له؟ طاردناهم يا سيد القاضي بأمر من مولانا السلطان. إذن أمسكوا الأمير. أمر سيد القاضي. حكمنا على الأمير محمد بن أقبغة بنفيه من الديار المصرية ومصادرة جميع ممتلكاته لصالح بيت المال.